انا برضو على الليزر، يعني ايه استخدامات الليزر في علاج التغيرات الشبكية في العين؟ تمام، دي برضو نقطة مهمة جدا. زي ما قلنا الحقن له دور في المراحل الأولى، برضو الليزر له دور. ليه؟ لأن السكر إيه مشكلته مع العين كمان؟ إن هو بيخلي الأوعية الدموية اللي بتتكون في العين تتكون بسرعة، بكروتة. دايما بنشرحها للطلبة عندنا في الجامعة، بنقول لهم السكر بيخلي العين تكون الأوعية الدموية بكروتة، فالأوعية الدموية دي تبقى ضعيفة لأنها متكونة بسرعة، فتبقى سهلة أوي إن هي تنزف. تمام. فأنا لو لاحظت بعض الأوعية الدموية الغير طبيعية الموجودة في الشبكية، ممكن بجلسة بسيطة، والجلسة دي بتتم بره أوضة العمليات في أوضة عادية زي دي، بجهاز زي جهاز الفحص، بحط عدسة على عين العيان وبضرب أحد أنواع الليزر تعرف بالأرجون ليزر، بضربها في أماكن معينة بشكل معين بقوة معينة، بحيث إن أنا أقضي على هذه الأوعية الدموية الغير طبيعية فمخليهاش تنزف، فيما يعرف بالفوتو كواجيليشن أو بالكي بالليزر. الحقيقه الليزر ده مفيد جدا لحالات كتيره قوي قوي، ولو اتعمل في وقته واتعمل صح ممكن يقيني مشاكل ان الاوعيه دي تنزف، لان زي ما قلت لحضرتك الاوعيه دي متكونه بسرعه، فلو اتسابت ممكن مع شويه توتر، مع شويه عصبيه، مع شويه زعيق، مع شويه لخبطه في السكر، تقوم نازفه عامله نزيف في الجسم الزجاجي بتاع العين، واحتاج اعمل عمليه كبيره عشان اشيل النزيف ده. لو الدكتور، وخلي بالك بقى، العيان ممكن يكون في عينه اوعيه دمويه غير مكتمله النمو او غير طبيعيه ومش حاسس، يعني يجي لي شايف 6/6 ما عندوش اي شكوى ابدا. ما حضرتك قلت ما بيبقاش فيه شكوى ده اللي واضحة. بقوله، الدكتور مجرد ما يفحصه بيبص عليه بالاجهزه المتخصصه اللي بتفحص قاع العين، هيعرف على طول ان في اوعيه دمويه كذا كذا، بيبعته يعمل اشعه بالصبغه. الاشعه دي بتوضح لنا اماكن تواجد الاشعه الاوعيه الدمويه بالظبط فين، وبنحدد مكانها وبنحطها جنبنا كده، وبنقعد نضرب الليزر طبقا للاشعه دي، فبنضربه بشكل دقيق جدا وبشكل متخصص جدا جدا. والخطوه دي يعني جلسه ليزر مدتها 10 دقائق ممكن تقينا كل المضاعفات دي. طب هو ده اللي تمام. بقوله، ان مهم الفحص الدوري، مهم جدا. انا النهارده لو المشاهدين ما طلعوش غير بالمعلومه دي انا كده قضيت رسالتي، ان مش لازم تستنى لما تشتكي. صدقني مش هتشتكي غير بعد حدوث مصيبه، غير بعد حدوث مضاعفات. بتبقى انا مرحلة عايزك تجي لي متأخرة مش كويسة يعني بالظبط، انا عايزك في تجي لي الأول. من بدري قوي عشان اقدر اشخصك واقدر اعالجك من قبل ما تخش في مضاعفات. تمام. علاجها هيكلفك ماديا جدا وهيكلفك جزء من ابصارك قد لا يسترد مره اخرى. طب دكتور كريم، السن ليه علاقة يعني بإجراء العمليات دي الخاصة بعلاج شبكية العين، ولا السن ما بيفرقش؟ السن طبعا بيفرق معانا كتير جدا، في ايه لان يعني؟ خلي هقول لحضرتك، انت عيان، انت النهارده لو عندك عيان عنده 40 سنه غير لو عيان عنده 60 سنه. العيان عنده 40 سنه غالبا صحته العامه كويسه، غالبا قلبه كويس، مش الصحة عامل بشكل دوعانات عام طبعا، يعني بتبقى لان العمليات متظبطة. دي كلها ببنج زي ما قلنا، فالبنج ده عشان ناخده لازم يكون عندنا احتياطات معينه. دي نقطه. النقطه الثانيه كمان قوه الجسم. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. كل مرحلة في يعني كل تغير في الجسم طبعا. يعني بيكون نتيجة تغير في السن. النهارده انت صحتك وانت 30 سنة غير وانت 40 سنة غير وانت 50 سنة. اكيد كل ما الواحد بيكبر فبالتالي الامور بالظبط، بالتالي بتختلف. قوة التئام الجرح، قوة تحمل الجسم، قوة الاستجابة للعلاج بتفرق مع تقدم السن. تمام. ولذلك انا دايما بقول المحافظة على السكر، ما يتخشش في مضاعفات. لو دخلت في مضاعفات مع الوقت كل شويه هتبقى الاستجابه بتاعتك اقل، لان جسمك ما عادش صحي وما عادش قوي زي زمان. تمام. طيب انا هسال برضو سؤال لحضرتك في موضوع العلاج. يعني احنا اتكلمنا عن الحقن والليزر والجسم الزجاجي وشفناه، دي كلها العلاجات المختلفه، ولا في علاج تاني لموضوع شبكيه العين؟ هما دول الثلاثة لاينز أو الثلاث مواضيع الكبرى اللي بيدور حواليهم العلاج. لكن بقى لو حبينا نخش في تفاصيل الحقن، مثلا أنواع، أحيانا بنحقن مادة اسمها أفاستن، أحيانا بنحقن مادة اسمها اليوسنتس، أحيانا بنحقن كورتيزون طبقا للحالة اللي قدامنا أخبارها إيه. نفس القصة الليزر، زي ما قلنا بنعمل أرجو الليزر عشان نوقف نزيف الأوعية الدموية المتكونة بشكل غير طبيعي. تمام. الجسم الزجاجي برضو ده عملية كبيرة جدا، وممكن يكون فيها أكتر من اتجاه وأكتر من طريقة، بس انا مش عايز اخش في تفاصيل هتوه الناس. انا عايز اطمنهم ان الحاجات دي سهله، تمام، وان مع التطور التكنولوجي ده على الاجهزه بقت نتائجها كويسه جدا جدا، وان انا مش عايزك تجي لي في مرحله الجسم الزجاجي ولا في مرحله الحقن ولا في الليزر. الاول يعني انا عايزك تبقى تجي افضل. لي ابص عليك اقول لك انت كويس روح، بالظبط. طب او لو انت عندك مشكله يبقى علاجها حاجه من حقن وليزر مش حاجه تمام. جسم زجاجي. تمام. طب في